الأحداث وداعش دخل وبلشوا بالتفجيرات بالأحياء عنا، خفنا على أولادنا وخفنا، وجوزي مرضان بالنهاية يعني ما في يقدر يتحمل هالأحداث وهالضج وهالصوت، لأن هو مرضان بقلبه عملتين كان عملنا له بسوريا. قررنا نجي وأجينا لهون. لما ما مشي الحال هون راحوا سافروا بالمية جوزي وابني، كمان جوزي وابني بالسويدني بأوروبا، وبنتي بألمانيا في اللي مجوزة، وبعد في لي بنت كمان بسوريا هلا بالحسكه، وانا هون كل واحد بطرف صرمه، وانا هون انا وبنتي الصغيره. التواصل انا وجوزي كله عم يدق لي وعم يسال عليه هو ابني، ومتضايق كثير لانه هو هونيك وانا هون، كثير متضايق علي وعم يقول قلبي عم يجعني مكتر ازعل انه كل بقينا انا والبنت هون، هالشي اللي ضايقه. هذاك اليوم قال جوز اموت وما اشوفك. كثير تضايق وكثير تضايق وكثير تبكي، كثير اثر عليا انه انفصلنا كل واحد بطرف. قريت من سنوات اعرف ان هناك حرب دائره في سوريا، لكن من حقكم القدوم الى بلدنا. أي من كان بالنهاية بلدنا وين، بس إنه نكون مجتمعين نحن ولادي وجوزي بناتي، هذا الشيء اللي نزعل عليه وأكثر شيء، إنه نكون مع بعض حتى لو كنا هون أو نكون بسويد موتفر، بس إنه نكون مع بعض يعني حتى لو هون كمان ما بقى ناكل، لا همية المستقبل ولا همية شيء أبد، كل شيء مستقبل أولادنا راح.